اللي جرى البارح بون ما نحبش ندخل في تأويلات، مي اللي جرى البارح حاجة تحشم ومتأكدين نحن اللي القايمين على إذاعة موزايك بيدهم هما مقتنعين لحاجة تحشم. يعني اليوم توصل بالفاسون هذيك تجبد أعراض الناس وكل شيء، فهمتني؟ زيد ولاية صغير إن شاء الله يفيق بالغلطة نتاعو، فهمتني؟ على خاطر لازم عمره ما ينسى في حياته اللي هو ولد طارق المكي، فهمتني؟ يعني البيان هبط بسبب زياد المكي؟ لا، بسبب اللي جرى في البرنامج. خاطر ولد تجريح وفي أعراض شخصية نتاع عباد. اليوم كلمة نقولها لزياد خاطر نعتبره خويا صغير، ما تنساش، عمرك ما تنسى اللي أنت كنت نهار، يعني الله يرحم أبوك نورمالمون خلى راجل. طارق المكي ماهوش نابورتو كي، اليوم الله يرحمه كي توفى خلى كلمته في البلاد، خلى حاجه موجوده نورمالمون. يا طارق يا زياد عمرك ما تنسى انت ولد طارق المكي. زياد تلوموا عليه على خاطر انتقد لطفي العبدلي؟ مش من حقه انه ينتقد لطفي العبدلي؟ لا، من حقه ينتقد اللي يحب، اما مش من حقه انه يجبد اعراض الناس، فهمتني؟ اللي قالوا في الاخر واللي قالوا كلام واللي جبد امور شخصيه نتاع عباد ماهيش معقوله، فهمتني؟ اليوم راهو راهو يعني زياد دخل قوش عليه معمر، قوش عليه محفوظات، حفظها على سلامه بسلامه، قالهم خرجهم الكل، حتى الانيماتور اللي معاه في الراديو ما عادش نجم يحكي معاه ولا يحب يقص. زياد سرسطهم وخرج، فهمتني؟ في البيان اتهمته هيدي زعيم بالانحياز المفضوح وعدم المهنيه، في شنو غلط هيدي زعيم؟ يتحمل هيدي زعيم مسؤوليه كلام ضيوفه؟ لا، انا بور موا ما يتحملش هادي مسؤوليه ضيوفي، مي لانتونسيون ما نجمش نحكم، ما نجمش نعمل بروسيد انتونسيون. اليوم هو عندهم الاذاعه نتاعهم، عندهم الاذاعه نتاعهم، هي من بعد باش تحدد المسؤوليات، مي ماهيش انا في بوزيسيون توا باش نعمل بروسيد انتونسيون. يعني هي محكمه بيدها ما تنجمش تعمل بروسيد انتونسيون، دونك ان شاء الله لا، فهمتني؟ ان شاء الله ما يطلعش هادي امبليكي، ومن بعد هذيك الاذاعه نتاعهم هي اللي باش تاخذ قرارها، تعرف لي كوليس نتاعها، حتى حد ما نجم يعرف. يعني اللي مسؤول الاول في الاذاعه نتاعهم هو قال باش نعمل تحقيق، ان شاء الله ان شاء الله كيما تطلع بيت غلطه، ان شاء الله كيما تطلع بيت صحيحه، يعني بعد